ومعنا من الرياض علاء رجب خبير تطوير الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا بك أستاذ علاء، واشرح لنا ما هي مشكلة وجود تطوير هائل أو تطور هائل في تطوير الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة مثلا، ما هي المشكلة؟ أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي ليكي وتحياتي لمشاهدينك الكرام. أولا إحنا في مجموعة من المشاكل ابتدت تظهر في الفترة الأخيرة مع استخدامات الذكاء الاصطناعي. أولا على سبيل المثال إحنا بدأنا نشوف إن الألجوريثم اللي بيتم بيه بناء الذكاء الاصطناعي علشان تقديم الخدمة الصحية لحد أو لشخص معين أو مريض معين ابتدى يحصل فيه حاجة بيسموها السوشيال سكورينج، أو بما يفيها إن اللي بيبني الألجوريثم بتاع الذكاء الصناعي ممكن يحط فيه الميول اللي عنده لطائفة معينة أو لجنس معين أو لعرق معين أو لطبقة اجتماعية معينة، بحيث إن يديها أولوية مثلا في حالة مثلا زرع الأعضاء، أو في حالة مثلا تقديم الخدمة الطبية، أو في حالة على سبيل المثال تقديم التأمين الصحي ليهم وتقييم قدرتهم على الدفع. لكن هذه مشكلة وضع اللوغاريتميات أو الألغوريثم الخاص بهذه التطبيقات، هل مثلا وجود القوانين سيمنع بالفعل من هذه الاتجاهات أو التندنسيز؟ خلينا نقول يا فندم ان القانون عامل عقوبه 35 مليون يورو او 7% من الناتج العالمي للشركه المقدمه للموضوع ده. يعني القانون ذات نفسه واضع، القانون معتبرين ان في احتمال ان يحصل فروقات وبالتالي سوف يتم عمل عقوبات عليه. اي ابلكيشن في الدنيا واي اختراع جديد او اي استخدام جديد بيحصل معاه نوع من انواع الخروقات وبيحصل معاه قوانين تنظم الاستخدام بتاعه، وبعد كده الناس بتعمل خروقات فبيتم تغليظ العقوبه فتره وفتره. مهندس علاء، هل من السهل اثبات هذه الخروقات؟ خلينا يعني لو رجع الخطوه لحضرتك شويه، ان احنا عندنا هو متقسم لاربع كاتيجوري. الكاتيجوري الاولانيه اللي هي unacceptable او غير مقبول او ممنوع او محرم، في الهاي ريسك وفي الليميتد ريسك وفي المينيمم ريسك. لو بصينا على الحاجات المحرمه استخدامها على سبيل المثال السوشيال سكورنج او عمليات الفرز المجتمعي اللي الالجوريثم ممكن يدخل فيه، او على سبيل المثال اللي بيسموها الريال تايم فيس ريكوجنيشن، يعني اي حد ماشي في الشارع داخل مطعم في اي مكان الجهاز يتعرف عليه على طول، الالجوريثم اسف يتعرف عليه على طول مباشره بدون داعي. دي بالظبط تساوي ان حضرتك في كل مكان حد بيقول لك طلع البطاقه بتاعتك، انت مين؟ طلع البطاقه بتاعتك في كل مكان انت رايح فيه. او على سبيل المثال الحاجه اللي بيسموها بقى اللي هي المانيبيوليتنج للناس، يعني التلاعب النفسي بعقول الناس. الالجوريثم كده من ضمن الحاجات اللي اصبحت كمان ممنوعه على سبيل المثال. كيف يحصل هذا التلاعب النفسي؟ اشرح لنا. انا اقول لحضرتك على حاجه، على سبيل المثال اشهر حاجه موجوده لما حضرتك بتدخلي مثلا تشتري حاجه وتبص تلاقي فجاه في اعلانات الحاجه المحببه اليك. عرف منين النقطه دي؟ جمع الداتا بتاعت حضرتك عن طريق دخولك في كذا مكان وبدا يعمل حاجه بيسموها ديجيتال ايدنتيتي لحضرتك، وبالتالي الديجيتال ايدنتيتي ديت بدا يعمل سايكولوجيكال موديل لحضرتك ويتوقع انت هتعملي ايه وايه اللي مش هتعمليه. بالمناسبه الشديده القانون ايضا جعل من الحاجات المحرمه موضوع النوايا، تحليل النوايا، وبالذات في المواضيع الاجراميه، يعني ان انا اعمل الجوريثم يتوقع ان علاء رجب بعد سنه ممكن يعمل جريمه معينه فاروح اقبض عليه دلوقتي قبل ما يعمل الجريمه. هو لسه ما اخطاش. لسه ما عندوش الحريه في كده، فدي من الحاجات الالجوريثمات اللي بدات تعملها. حضرتك تقريبا بتشرح فيلم ماينوريتي ريبورت فيما يتعلق بهذه النقطه تحديدا. صحيح. وطبعا كلنا عشنا تجربه انه نجد اعلانات مرتبطه باهوائنا واتجاهاتنا التسويقيه. الموضوع شيق جدا وانا اتطلع لمعرفه المزيد، لكن للاسف وقتنا انتهى. اسمح لنا ندعوك مره اخرى مهندس علاء رجب خبير تطوير الذكاء الاصطناعي للحديث أكثر عن هذا الموضوع الهام. شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا.